فيزياء عبد الكريم يلس أن الهزات الأرضية المتكررة تدخل ضمن الإطار النشاط العادي بسبب تصادم الصفيحتين التكتونيتيتين، مؤكدا أن المركز يقوم بدراسات على مستوى الجهة الغربية للجزائر بسبب تحذيرات بخصوص تسونامي عنيف بالمحيط الأطلسي. جمال الدين بوشا وأسامة حجو رصد التالي. نشاط يمس الناحية يعني البحر الأبيض المتوسط هو نشاط جد عادي. احنا نعرف السبب هو تقارب القارات كما قلنا، وهذا يؤدي إلى نشاط زلزالي عادي وحركة زلزالية، وتتمثل هذه الحركة في بعض الهزات اللي تمس شمال الجزائر. ومن الناحية العالمية هذه الحقيقة يعني في بعض المناطق ستحدث إثر حدوث زلزال عنيف. بعد هذه الظاهرة نسميها ظاهرة التسونامي أو باللغة الأجنبية لغاد ماغي، وتمس حقيقة يعني كمناطق تاع المحيط الهادئ أو المحيط الأطلسي في بعض الأحيان.